في بداية خريف عام 2024 عاد شانغ جينغ يو وزملائه مرة أخرى إلى قرية سي تشاتسو الواقعة عند سفح قطاع جيانكو من سور الصين العظيم ببكين. انطلاقاً من هنا يعد تسلق الطرق الجبلية الوعرة لمدة ساعة أسرع طريقة للوصول إلى القطاعين 119 و120 من السور اللذين يرممان حالياً. يعد قطاع جيانكو أحد أشهر وأخطر أجزاء سور الصين العظيم، ويعود تاريخه إلى عصر أسرة مين، وقد صمد أمام اختبار الزمن والتآكل المستمر بفعل الرياح والمطر، والآن بات في حاجة ماسة إلى الحماية والترميم. مضت 8 سنوات منذ بدء أعمال الترميم الطارئ لقطاع جيانكو من سور الصين العظيم في عام 2016، ويشارك شانغ جينغ يو وزملائه حالياً في المرحلة 5 من أعمال الحماية والترميم. بصفته مهندساً في كلية الآثار والمتاحف بجامعة بكين، لا يقتصر عمل شانغ جينغ يو على الترميم والحماية التقليديين، بل يستخدم التكنولوجيا المتقدمة لدعم هذه المهمة الصعبة والمملوءة بالإحساس بالمسؤولية. أنشئ نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد وفائق الدقة لسور الصين العظيم، يمكن من خلاله مراقبة الأحوال العامة لسور الصين العظيم والمناطق المحيطة به، الأمر الذي ساهم في تحسين الدقة العلمية لمشروع الترميم. 像我们现在做的这些工作，一方面来说，它是保护了长城的本体；其实另一方面，更大的意义是说，是我们现在当代的人如何来看待长城，然后如何把它维持下去，包括传承给后代。